حقيقة التي نعيشها هنا في المنطقة. مؤقت حتى نهاية الشوط الأول. المرحوم فهد السعود معتز علي، لكن خليني مع لقطة أولى لصالح الخليج، لكنها مرت عادت فيها التسديدة، لكنها بعيدة لكنها بعيدة. الخليج كذلك ناقص العدد في دقة البدلاء، لكن خليني مع لقطة مع التسديدة ممتازة حلوة. المحاولة الأولى والفرصة الأخيرة ضربة مرمى. شوف المحاولة الأخيرة فيها مرور فيها تسديد، لكن مسلم آل فريد يتحصل عليها. اللقطة الماضية اللي كانت من أحمد الزعاق، فيصل خراح مع يونس يجرب عدة الثاني عن مين؟ الثاني يا سلام جدي سوندي سانتوس البلي نجران في الموسم ما قبل الماضي، الآن يريد أن يحقق أمان الخليج وأن يتأهل بالخليج إلى الدور القادم. عبد الإله بخاري، كرة ما زالت مستمرة، يونس بالرأس لكنها بعيدة، تحضير إبعاد يحضر، كرة فيها تسديدة. يعود المباراة في الدقائق والثواني الأخيرة كما شاهدنا بالأمس الوطني، إبعاد وعادت لارتداد سريع على الجهة اليمنى، ياخذ المحاولة والانطلاقة السريعة بينية عدت سليمة من مسلم. شوف اللقطة الماضية عدت من أمام مسلم آل فريد، أين الإكمال؟ اقترب على نصف الساعة الأولى، الرد السريع يحضر مع الخليج مع خالد العبود، مر العبود عدى العبود جرب العبود، لكن في الخامسة ألكسندر لوبيز 1-2 مع خالد العبود، كرة عالية لكن حارس المرمى يبعدها إلى خارج الأرضية. هذه اللقطة خذوا هات مع خالد العبود، كان هنالك تأخير في عملية التنفيذ، وصل بالقادسية إلى الدور القادم. الآن لقطة هدف أول ممكن أن يحضر مع خالد العبود، العبود عدى، العبود مر، العبود جرب، لكنها بعيدة دون عن الوصول لدور ال 16. كرة الآن، الكرة عادت من حارس المرمى. هذه اللقطة شوف اللافة الرايحة لشباك يحيى، لكن شوف خطوة للوراء وبعد ذلك انقاذ الكرة العارضة. ناقصين العدد في دكة البدلاء. كرة الآن طلال ممتاز، طلال بينية لجنسون جول. أوه عادت ما زالت لصالح الخليج. الله الله على المحاولة، الله على ابناء الدانة، كادت أن تحضر الآن، كادت أن تسجل الأولى براعة حارس المرمى، الثانية كذلك ببراعة حارس المرمى، لكن شوف براعة طلال اللي أعطى الإضافة، أعطى التمريرة، هنا أبعدت من المدافع وبعد ذلك أبعدت في هذه اللقطة من حارس المرمى. كرة عالية بالراس اكمال في الجول، لكن في قرار او جول، نعم جول لصالح عبد الله السالم. ما الذي حدث في اللقطة الماضية؟ عبد الله السالم يسجل. شوف اللقطة مرت عدت عبد الله آل سالم، حطها في الشباك مع مطالبة على تسلل في اللقطة الماضية من عبد الله آل سالم، لكن هدف سليم، هدف يسجل لصالح أبناء الدانة ليفرح جماهير دوبة. نازل شعلة من النشاط ما شاء الله تبارك الله، أعطى الإضافة وساهم بشكل كبير بعملية الهدف. كرة الآن عرضية بالراس، لكن إبعاد من المتحولت إلى ضربة مرمى. شوف اللقطة، شوف المحاولة هذه معها راي. هذه اللقطة الأخيرة والعرضية الأخيرة التي أبعدت إلى ضربة ركنية تاسعة لصالح الخليج. راسية أوه يا خليج، أوه يا دانا، أوه على ابناء الدانة، في لقطة كادوا أن يضربون مرمى يحيى بهذه الراسية التي صدت بطلال مجرشي وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، كانت رائعة. المهنة من يشرف على الفريق الحزماوي. كرة الآن استلام رائع، مرور
وتحضير وبينية على الطرف الأيسر، يستلم على التسديدة. الله يوجه الحائط البشري، كرة عالية بالراس لك النصف النهائي ودور الربع النهائي. شوف اللقطة كانت بالمطير، كانت بالمطير، وبالتالي حالة ولقطة جدلية لربما تكون عليها الأحاديث، نتركها للخبراء والمختصين. الآن خطأ فيها التسديدة حلوة، اللاعب البديل كاد أن يزيد الفريق الخلجاوي